مرحبا، وياكم أحمد. اليوم حبيت أكمل الجولة الثانية، أصور لكم أشجار الفواكه. عندي هذه الشجرة لاكواد، هواي لها أسماء: بشملة، أسك الدنيا، أنق الدنيا، لانق الدنيا، عاكي الدنيا. على العموم أنا حاطها هنا بالسطل، لأن هذه الفاكهة تطلع الورد بداية الخريف، ويجينا هنا برد صقيع فالورد يوقع، فأخليها بالسطل حتى قبل لا يجي البرد أدخلها بالبيت الزجاجي، أحمي الورد ويصير الفاكهة تستوي بداية الربيع. اليوم بدي أصور الأشجار، أشجار الفواكه اللي نسيتها بالمرة السابقة. عندي هنا هذا توت بيري رازبيري ذهبي، هذه هنا شجرة كاستنا كرز، العفو مو كاستنا، كرز تشيري. عندي هنا اشجار نبوك سدر، كتجربة اني تارك وحدة بالسطل ووحدة زرعتها بالخريف الماضي، الصقيع ما موتها، معناتها تعيش عندنا بأرضنا. هذا الورد هنا بدأ اشوف طالع عليها فاكهة، وهذه هنا بالسطل طالع عليها فاكهة. هذا هنا النبوك سدر، هذا النوع صيني، وهذا شوغر كين نوع امريكي، اكيد هو هم صيني، فانا جبت هذول النوعين حتى اجربهم هنا. اذا حبيت تشوف فيديوهات اكثر تفاصيل عن معالجة الامراض والحشرات اللي تصيب اشجار الفواكه، اشترك بالقناة. ان شاء الله راح انزل فيديوهات كثيرة عن هواي مواضيع تخليك تعرف شلون تسوي بستان او حديقة او مزرعة بالفناء الخلفي لبيتك، وراح اشرح هواي اشياء، شنو هذا المادة البيضاء اللي انا ارشها على الاشجار بعد ما تمطر الدنيا وتخلص، كيفية معالجة الامراض اللي يصيب الاشجار والنباتات، نباتات الموسمية مثل الخيار مثل الطماطم. شكرا جزيلا.